لي الجاي يتفايح في هذيك المرحله، والناس كان كلش على المكشوف، كان عيني عينك باين، كانت الطاير الجاي صالح رافد الطياره ورايح جاي لقريه الحمارات. بعدها فروا اموراتهم، يا هل ترى نتحداهم؟ اخي كانوا يقولوا لكم بلي عامل قطر ذاك الوقت وعامل تركيا، نتحداهم ماشي كي ثبتوا ولا هذه ثبتوا هذه ما كاش كاع، نتحداهم يعاودوا نفس الكلام على قطر في الوقت الحالي، او نتحدى القطريين كذلك يخرجوا يقولوا على امير حرف، بما انني نهبطوا في السراول الان بالموفي ديريكت، نتحداهم يخرجوا ابواقهم ولا جماعتهم ولا محسوبين عليهم ولا يقولوا امير ولا دار معانا ولا عمل معانا ما ينسى، ونتحدى العصابه الحاكمه الان في الجزائر اللي راهي الان بين فخاض ذري كما التميم ذري بالنسبه لتبو، راه في عوض حفيده كي تشوف امير قطر راه بالنسبه لتبو كحفيده حفيد تاعو موج ولده كبير عليه، على بالكم بلي تبون عنده ولده في عمره 50 عام ولا ما على بالكمش، اسمه محمد هو عايش في بشار مع يمه الاولى ولد تبون، لان المراه الزوجه هذه اللي عند تبون الشيخ بلا الزهره تاع اضرار، مع تحياتي لخوتنا في اضرار، هي المراه الثانيه لتبون ماشي الاولى، لان الاولى اصلا سمح فيها وراهي عايشه في بشار وولدها يخدم طاكسيور في بشار اسمه محمد الكبير، وسمح فيه مرته وفي ولده سمح فيهم وقع، ومن بعد صار لهم مشاكل بين مرته الاولى ومرته الزوجه، ومن بعد حاوز ولده خاطر رجع عندها كلوب دي با حاوزه خالد وحاوزته الزهره، مدى قصه طويله ومن بعد نحكيها لكم، مين ان شاء الله تطلع نسبه المشاهده كبيره كبيره كما اللي راني راسمه في راسي، ومن بعد كاين بزاف الامور نحكي لكم عليها. المهم كي جات في وسط الحديث قلت لكم امير قطر اصغر من ابن تبون اللي هو محمد، اصغر منه بكثير، عندها فوق 50 عام في بالي ولدها، والان واش يديروا بعد ما طووا هذيك الصفحه وصاي خلاص وفات هذاك دروك عندهم بروبليم مع المغاربه. ايوه دروك الاعلام تاعهم عارفين باللي ما يصدقها حتى بنادم، عارفين بلي قنواتهم ما عندهاش مصداقية، بل قنواتهم مين كانت تسب في الاخر وفي المنتخب تاع المغاربة والدنيا تلاقوا وابل كبير من السب والشتم في التعليقات من طرف الجزائريين، فهذا مؤشر على ان البردعة ما مشاتش مع الشعب الجزائري، البردعة ما مشاتش. شكرا اختي نوال، ميرسي نونو، هذا يعني ان البردعة ما مشاتش مع الشعب الجزائري وما تبردع لهمش، فهما عندهم معايير يقيسوا بها، هما عارفين باللي الذباب اللي هما يمشوا فيه عارفين باللي هما راهم يمشوا فيه، فهذا ماهوش معيار، هما يحوسوا بيحركوا به، هلا هلا مستر، هما يحوسوا يحركوا به نسبة أخرى من الإغيال اللي تحوس تتبع القطيع وتدخل في وسط القطيع، إنها ربما كي تشوف الغنم كي تشوف قطيع وخروف يكون مدر منه ولا خروف مدر يشوف القطيع ويدخل في وسط القطيع ما يمشيش وحده، فصابت أنها الذباب ماهوش معيار عندها، الذباب هو 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 بروغرام اللي تحوس تجر به ناس، فتروح تبحث عن الناس الحقيقيين اللي مشي هي اللي يتحرك فيهم ومشي هي البرنامج اللي راه يمشي فيهم، بروغرام اللي يمشي فيهم، فلقاتهم اغلبيتهم حسابات حقيقيه لاشخاص كاينين مشي وهميين، فهذاك المعيار اللي كانوا يوزنوا به لقاو بلي كلش ضدهم، غالبية الشعب ضدهم، فراحوا يجيبوا يحرقوا من يروحوا عند واحد اخرين مرتزقه ثاني من جهه الاخرين يعطوه تشيبا يقول روح حرق الاعلام تاع الجزائر وقول باللي مغاربه، يعاودوا يروحوا عند اخرين يقولوا لهم حرقوا وقعدوا ينقزوا منهم، كيما كاين مرتزقه منا كاين مرتزقه مليح يخدموا بهم وتشيبا خدامه. المهم ما مشات لهم حتى طريقه ناوروا بها، استعملوا كل الطرق، الان واش هي الطريقه اللي بغاو يمشوا فيها؟ تشوف الذباب عندي يشوفوا لي هضر لي على المغرب، هضر لي على المغرب، يا قنواتكم كامل هاي كامل راهي تنشر وكانك رانا عايشين احنا في السويد، يتكلموا لك على حقوق الانسان في المغرب ويتكلموا عليها في الاخر ويتكلموا على كذا ويتكلموا وكاننا احنا تنجم تخرج وتعبر وتحكي، وحنا راهم مازالوا في هذا العصر يغتصبوا جنسيا في معارضين جزائريين يعارضوا بلساناتهم، رفضوا لافتات،
يكتبهم، يعني آخر واحد يحكي على حقوق الإنسان في أي بقعة كانت هو نظام المخابرات الإرهابية اللي عندنا. آخر واحد في الكرة الأرضية يتكلم على حرية التعبير ولا يتكلم على حقوق الإنسان هو نظام المخابرات الإرهابية. آخر واحد آخر واحد آخر واحد. نما مكي يجبدوا الناس على حقوق الإنسان ولا على حاجة يدوروا وجوههم يلعبوها بوطو، يلعبوها شجرة، يلعبوها ما مش هنا، يلعبوها مكاش، يلعب هاد لازم كيما هاك. وبالمناسبة ما حكيتوا لهمش يا أخي، كنت تقول لهم بلي ضربوه بالبيض، خبرهم كي صرا له السيد يا عبلة. روحوا شوفوا كيفاش ديروا له محاميين، روحوا جيبوا له جيش تاع محامي يا أخي. البيض البيض شوفوا شوفوا معه، هيا شوفوا مع عبلة وقولوا له جدي كملوا له، تقولوا له طلقتوا البيض ودارنا فيلم وبغى يديرنا فيلم والبيض وما البيض والدنيا وكذا، روحوا شوفوا معه، هضروا له مع عبلة. احكوا لهم بالطويلة. ها صاحبي انا كي ما بغيتش الرياجي في هذاك لو مومون، عارف شنو راني ندير، ما رانيش كون وكل حاجه تنهضر في وقتها. نتوما غير خطوا ديروا البلانات وكلش نثق بها لكم في الاخر في اخر لحظه. امير ما عندهاش حل، يكونكم هانيين، ما كاش حل، معادله ما عندهاش حل، معادله تخرج لك ايرور في الاخر، هذه هي من الاخر. انتم ماكم عارفين هادشي، اذا حسبتوني في هذيك اللحظه اللي بعثتوا زايله من زويلكم انني نوقع في الفخ ونطيح في دوك الفوخ وتوقع له البنيه خباطه والدنيا وكذا، فانتم مخطئون جدا 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 جدا. نورمال وزيدوا بعثوا اللي بغيتوا، هكذا ملا. من بعد قلت لكم بعد ما خسروا كل الاوراق تاعهم حركوا ذبابهم، ما جابلهمش نتيجه في الهجوم على خوتنا المغاربه، حركوا قنواتهم فما جابوش نتيجه في الهجوم على الاخر، حركوا زوايلهم فما جابولهمش نتيجه، حركوا البرادعه اللي موالفين يبردعوا بهم بالباديسيه والنوفمبريه، نفسهم تاع الباديسيه والنوفمبريه هما نفسهم. لاحظوا مليح جماعة الباديسية، إذا بغي نشوفه لازم تدقيق في هذا الطريق اللي رانا فيه خوتي، لازم التركيز والتدقيق، وإذا ماكش قادر تدقق وتركز احنا نركزو لك وندقو لك ونعطوك لي روبير وانت روح وزن بيهم، ما تعيش راسك، روح طاف طاف واحد زائد واحد وسوي اثنين، أنا نخمم لك ماشي مشكل كاع كونك هاني. شوفوا أليست هي الباديسية النوفمبرية، جماعة الباديسية النوفمبرية اللي كانوا يسبوا في القبائل بالفرشيطة ويسبوا في القبائل بالزواف ويسبوا، أليس هم نفسهم من خرج يهاجم المغاربة ولا لا؟ أليس هم نفسهم من كانوا يشجعون في كل من يلعب مع المغاربة ولا لا؟ ما نجي نسقسي في المغاربة، نسقسي في خوتنا الجزائريين اللي يعرفوا شكون هم الباديسيين النوفمبريين، جاوبوني في التعليقات، يعرفوهم 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 هنا. حقر التعليقات. ها شوف لازم تفهم باش انا كي ندي انا قرار شخصي ونساند خوتي المغاربه فانني عارف علاه، وانا عارف بلي غادي نزيد نخرجهم مليح من غيران، وانا هذا هو الهدف. كنت نشر يوميا كوفرون في السطات مع المغاربه نروح نحطها في فيسبوك، هذاك الغاز الحقيقي مشي اللي يدعوا ان عندهم الغاز، امير هو صاحب الغازات الحقيقي، اما الباقي تقليد. اما لا روحوا شوفوا نفس الباديسيين النوفمبريين غادي يسيبوهم نفسهم اللي هاجموا المغرب، وهؤلاء لا يمثلون الشعب الجزائري ولا يمثلون الشريحه الواسعه من الشعب الجزائري، هؤلاء مجرد كمشه مرتزقه لم يسلم منهم حتى ابناء الشعب الجزائري والجزائر العميقه، ما سيكونش منهم خوتهم القبائل،
اللي ضحاوا وما زالوا يضحوا من 62 هما يضحوا على الجزائر وهما يسبلوا من الجزائر وهما يقاوموا من الجزائر الى يومنا هذا ما سلكوش منهم وما سلك منهم حتى حر في الجزائر مهما كان قبيلي شاوي مصابي نايلي مهما كان وما سلكوش منهم حرائر الجزائر تعرفوا في الكوميساريات واستشفوا فيهم كيفاش ما يستشفاش فيك انت مغربي راك مر الحدود ملهي تي وعد عايش معاهم بنت بلادو عروها الفويو تاع البوليسيه في الكوميساريه واستشفوا فيها وقالت تستاهل التعليقات وفي الـ في الـ في الـ في, الـ في الـ بوست اللي حاطينهم انت بالنسبه لي ما تبلش هذا مجرد مرتزقه تدفع له يماه واختها يجيبها لك كيما جابتها يماها يماه واختها يجيبها لك كيما جابتها يماها نورمال عادي وراك شفتوهم في الدومي فينال في ميكانو سيبورتيو هما غير قاو يا ودي جيب لهم ابليس لان من يدفع ما كاش مواقف حتى كي تكون حاجه عندك خصومه مع واحد ولا تكون كاينه حاجه مبادئ تكون كاينه حاجه مواقف مهما كان اخويا مغربي متخاصم انا وياه ما نتفاهمش انا وياه نتسابو نديرو بصح كاينه كي في واحد الامور في واحد المواقف في واحد في واحد الاوقات تكون تتغلب المواقف حتى تكون في اقم البرده تكون مبرده حتى لافا تكون كاينه حاجه اسمها المواقف الزايله باش انا سيبورتي واحد طونجي على خويا مهما تختلف انا وياه ومهما بلغت قمه الاختلاف مهما بلغت قمه الاختلاف ولا الخلاف ولا سميها كيما تحب قال لك خابط انا ما نشرب الشراب كون جيت نشرب كون حطرتك القرعه تاع ويسكي هنا كيما يطرطك هتبون تعرفوني باللي ما حاجه ما تعقدني تعرفوها انت هادشي تعرفوه تعرفوه طري طري بيان كون جيت انا نخبط كون طرطقت لك هنا كيما تبوني يبات بها ويشرب ويتقهوى بها الصباح تبوني يتقهوى الصباح بالويسكي ويرقد به مدمن سكايري سكاجي فيا وستايلي كون غير يضرب ديك الزطله الشابه هذيك هذيك الزينه هذيك او خسرها حتى مع المغاربه امه كان يجي كانوا يبعثوا له هذيك تاع كتامه هذيك تاع الزيت وهذيك العيات مقاده والله الله والامور والدنيا راه يضرب غير في التفول هم يضرب غير ديك اللي يضربوها الاس دي اف ماهوش يضرب حتى ديك السلعه المزيته هذيك اللي تجي مورقه وتجي وخليت غير بابس وياها هكا بابس صغير غير على جال الجوانات اللي يضربوها من تبوك وخليت غير مبيب هكا صغير ها دوك راه تشقى تجيبها حتى من بلجيكا ومن هولندا والدنيا وغادوا يفيقوا لك الجناس وغادوا يقول لك رانا داين هذا هو كيعيطوا لك عمي تبون ريتاما راه ما يعيطوا لك عمي تبون غادوا يقول لك يقبضوا كاش واحد يقول لهم انا داير عمي تبون وكنتو ما درتو كلش هو خلى الاستيوار تاع الاخر اللي يخدموا في الخطوط الجويه حكمهم بالكابات لي بيلوت قبضهم بالكابات تاع تليفونات مسرقه لي بيلوت يجد قبضينهم جايبين كابات تاع تليفونات مسرقه وبيلوت يدير هذه الخدمه هو بيلوت يديرها هو عطيها تجيب وكش واحد معاك فواياجر دمنها على فوتها هو بيلوت اون بيرسون قال لي برك ما تخلط كيفاش انا نخلطك هنا اختي هو راه في الحبس في فرنسا هو في الحبس هو حقري في الجران تاع فرنسا هم ما سمعتيش بلي قبضوا قال لك قبضوا دي ستيوار وقبضوا معاهم دي بيلوت جايبين معاهم فريزات تاع تليفونات مسروقين هو كيف انا نخلط هو راه مقبضينهم في الجران هو قال لي عصابه اترفين عليهم باش يطيقوه سودة تبو وش سودة سودة تبو قاعد تبعو في الزون على جوان هاكا جوان في الطريق وعاد ندرح جوان تبون يجيب فيها بالقناطر والدنيا ما طرت تهز جوان هاكا مسكين ها نعلو قالك في مارسي اكزاكت بيان سور في مارسي ها مستعود الحي إما لا قلت لك كيما نجحوش ببلاديعتهم واش يديروا أمير عامل المخزن علاه أمر وحاج دير معنا القيرة لأن الدنيا كاع الأحرار والدنيا كاع فاقونا غير إلا كان أنت بالك شوية يتقلوا معاك في الخط ولا يتخنقوا معاك في الخط نو كم دايرين حرب إعلامية قوموها حنا كي نديروا شنات إعلامية وهجومات إعلامية نقوموها وكي اليامات الجايه نعاود نحل عليكم هجمات اعلاميه واحده اخرى كيما الاول
كي كنت نديكم بدي فات بروغرامي كلش بروغرامي. ولو العسكر تاعكم لداخل في الكازينات يكتبوا امير ديما عقابهم يصوروا بعد وصلوا الالاف تاع الصور صارت عندكم زلزله خرجتوا لي وزير الداخليه ذاك الوقت بدوي كلهم هذو لهم يرسلوا له في تصور من العسكر ومؤسسات امنيه رانا المخابرات فتحت عليهم تحقيقات في الدنيا. انا نعرفوا قوموا ونعرفوا كيفاش نقوموها الجبهات الاعلاميه تاعنا نعرفوا كيفاش نقوموا ونعرفوا استراتيجية تاعها ونعرفوا من تقبض. انا كي يقولوا خوتي هاشتاغ هاشتاغ قلت لهم الارضيه لان عارفوا كيفاش تمشي هذا التقربيش هذا. وكي نعاود ندير هكا غادي تشوفوا كاع العسكر تاعكم عندي في التيك توك هنا طالع كاع بالتصاور تاعكم وبهاشتاغات جدد. يس نعم نعم عمهم تبو قال لكم ثاني مستوري يا بيكون جيتك من الزطله قلت لك ندير حالك في لايف مالك شك تقوت زعما هذا تعقدني بزاف هذا عيبي هبر كما تتخرع على روحك انا هبر كما تتعقن علي انا اجي اجي تركب انت بيتزل سيدي سيدي هذا زعما نص زير قاعد تكون زطله نص زير نص المغرب ونص ونص تونس قاعد تقدر عاطي لك الناس حوس تنسى وتحوس تودر زعما كون جيتك ميه ما كميهاش ونقول قال لي كميها نقول الله يحفظك الدخان نكمي الدخان نعجبك ما يخصكش سيما الله يعفو علينا والله يعفو على خوتنا اللي تعاطوا الزطلة ربي يعفو عليهم الا تبون ان شاء الله تبون سكتة جي ديريكت من الاخر قال لك عمليات الشجار هيا صفقوا لي تشوف قالها مسكين بالحليمان هاللي جابوا في التلفزيون وعطاوها الورقه يقراها قال لهم شتو كي يطيح المغاربه ايام بعد يقول يروح عند هذيك مولات الحانوت يقولها عجبتك البارح